والفكره الحسنات يعني يذهبنا السيئات و... و... وكل ما بعمل خير كل ما انا بقلل من هذه ال... من قوه الطبيعه القديمه بالضبط لكن الفكر الاسلامي كمان جسيس نزار رغم ان الفكر الاسلامي بيقول ان هو بينكر الخطيه الاصليه لكن احنا لو شفنا الفكر الاسلامي هنشوف ان الفكر الاسلامي بيتكلم عن عصيان ادم ويربط عصيان ادم بعصيان ذريه ادم م. فبنشوف ان الكلام ده موجود في القرآن نفسه والقرآن بيؤكد ان ذرية آدم عصت نتيجة عصيان آدم. مم. فعشان كده بنشوف حتى الفكر ده في الإسلام موجود حتى إنكار لفظ الخطية الأصلية لكن مفهوم الخطية الأصلية موجودة عند آدم مم. موجودة عند الإسلام أو موجودة في القرآن لو حابب إن إحنا نذكر الآيات أنا ممكن أذكر يعني. الآيات لكن لا الفكرة إنه إحنا عارفين يعني الـ 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 الشيء المتعارف عصى يعني ربه فغوى أو الفكرة إنه أخطأ آدم أخطأت ذريته معه، الفكرة اللي عاوز أصلها إنه لما إحنا بنقول عن خطية آدم اللي عاوز أصل للنقطة إنه إحنا أخطأنا في آدم بالضبط هاي الفكرة لأنه بالضبط ما هو يعني يمكن حد أحد الأصدقاء كان بيتكلم بيقول من لا يرث خطية آدم وإحنا الميراث مش معناها إن تركة نورسها. ما هي هذا السؤال اللي كنت بدي اسأله يعني هل ارث يعني هو وفي حد ورث ورثني بركة ورثني مثلا فالكتاب بيتكلم عن احنا وارثونا بر المسيح نعم هو الفكرة كلها الفكرة كلها بر المسيح وخلاص المسيح جاء نتيجة عصيان آدم لأن آدم من الأول كان فيه البر الفكرة عمل المسيح الكفاري واللي يؤمن بعمل المسيح الكفاري على الصليب هو الفكرة انه بيعيدوا الله الى الصورة اللي خلق عليها ادم عشان كده بيقول الكتاب المقدس ان كان احد في المسيح فهو خليقة, خليقه جديده فده معنى الخليقه الجديده فهنا اصبحت انا خليقه جديده في المسيح خدت البر اللي انا فقدته في ادم انا خدت بر المسيح فقال اللي ما يورث خطيه ادم ما يورث بر المسيح ففكره ميراث الخطيه مش معناها ان تركه بيوزعها ادم لكن معناها ان انا موجود في مع ادم لان ادم بيمثلني انا كنت في ادم لان الله لما خلق ادم خلق الجنس البشري